ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير متابعين الفخمين الجميلين الحلوين. يا هلا وسهلا فيكم، شلونكم؟ طالت أعمالكم، أموركم زينة؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج هم المهموم وينفس كرب المكروب ويقضي الدين عن المديون. اللهم اشفي مرضانا وأرحم موتانا، قولوا آمين. حبايب الغالين، دائما ادعوا بهذه الدعوة، أمنوا عليها. ليش؟ لأنها دعوة شاملة حبايب الغالين. ما في أحد من بين ظهورنا إلا ما رحم ربي، إلا وعنده هم، عنده كرب، عنده دين، عنده مريض من سنوات طوال على السرير الأبيض، متوفي له أحد قريب. فأنت أخوي الغالي، أختي الغالي، تجبر خاطر بهذه الدعوات، غير ان دعوه المسلم للمسلم في ظهر الغيب مستجابه بامر الله. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ايات من الذكر الحكيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يا هلا وسهلا بالغالين، يا هلا يا هلا يا هلا، يلا حيهم، شلونكم؟ عساكم طيبين، اموركم زينه؟ يا مرحبا بالغالين، يا مرحبا. يقول غيبتك لو هي دقيقه تعتبر صده، كيف يا بريك يومين باكملها 48 ساعه واحنا نبحث عنك في جميع التواصل الاجتماعي ما وجدناك؟ موجود طالت اعمارك، موجود، ابشرك موجود، واوضاعي بخير. اي والله يا جماعه الخير، تطيبوا ما عليكم من الامور اللي غيرها، طيبوا في هذا المجمر التراثي اللي انا احبه جدا. تراثي عمره عمر كبير يا جماعه الخير، من 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 المجامر المعمره. الله يجعلنا واياكم من من من, من الذين يعمر ذكرهم في الدنيا والاخره. شلونكم طالت اعمالكم؟ اموركم زينه؟ يا مرحبا بالغالين، يا مرحبا. ثنتين حبيبي الغالي، اختي الغاليه، اسمعها مني واسمعها بقلبك ثم بعدها بنروح نصلي. وشنو هي الثنتين يا بريك؟ ابشر، على سلة السيف. على اوله، لا تسلم رقبتك السياف. شلون اسلم رقبتي السياف يا بريك؟ نعم حبيبي الغالي، اختي الغالي، لا تسلمون رقابكم السيافين. من هم السيافين يا بريك؟ اصدقائكم. نعم حبيبي الغالي، اختي الغالية. شلون يا بريك اسلمه؟ وشلون صديقي السياف؟ نعم، لا تعطيه علومك، لا تعطيه اسرارك، لا تعطيه مشاكلك العائليه، حتى مشاكلك مع اقاربك ومع ربعك ومع زملائك لا تفكها عنده، لا تعطيه الاسرار اللي اصلا انت متفكر فيها انك كيف وشلون قلتها له. لا تستأمن احد على سرك، لا تستأمن احد على مشاكلك العائليه، لا تستأمن. صدقني يوم من الايام بتكون رقبتك تحت سيفك او تحت سيفه، بيكون هو السياف، والسيف اللي معه شنو هو؟ علومك اللي عطيته. فلا تجعلها في يده سلاح ضدك يستخدمها يوم من الايام. لا تقول ما هذا اخوي اللي ما ولدت امي، لا لا لا، اجعل الامور بينك وبينه بالوسطيه، خليك وسط يا اخي، خذ مسافه كافيه بينك وبين اصدقائك. فيها اشياء خط احمر لا تتجاوز اخوي الغالي، اختي الغالي، عشان تعيش بسلام وما تجي بكره رقبتك تحت السياف. وصلت؟ خذ الثانيه. اما الثانيه حبيبي الغالي، اختي الغاليه، اسمعني وايضا بقلبك. الله سبحانه وتعالى قد يسخر لك فلان. فلان هذا هو الطيب، هو اللي فيه خير، هو اللي بيقف في جانبك، هو اللي بيساعدك، هو اللي بينصحك، هو اللي بيصفي لك النية، هو
هو هو إلى آخر. وأيضا فلانة، أنا لما أقول فلان فأنا أقصد أيضا فلانة. لا تعتقد أنك يوم من الأيام بتجد في فلان هذا الناس كلهم، لا، هو فلان الله سبحانه وتعالى سخر لك وجعل في هذه الصفات هذه لك أنت، ما راح تلقاها في الناس كلهم. لا تعامل الناس على أنهم فلان، حتى تجون بعض الناس وش يقول، ليت العرب كلها فلان، ليت العرب كلها فلانة، أخواتنا الغاليات. لا لا لا، ما راح تجد، هو واحد، هو واحد راح يكون معك وراح يقف بجانبك وراح يعطيك وراح يكون هذاك 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 الفلان الطيب. لا تساوي بالناس يا أخي، لا تعامل الناس على أنهم هم فلان، لا، تلدغ، صدقني صدقني بتلدغ، صدقني بتنصدم، بتفتح فمك. معقولة؟ اي معقولة، انت تفكر الناس كلهم فلان؟ لا 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 لا، هذاك فلان اللي يحبك ويخاف عليك ويخاف حتى على مشاعرك، لا تجرح. هذيك فلانة اللي تحبك وتخاف عليك ولا تبغى، لكن هذول الناس لا، عادي عندهم. اي شيء تتوقع انك بتحصل عليه منهم لن تحصل عليه، لانهم ليسوا فلان اللي في بالك، وانت ليسوا فلانة اللي في بالك. وصلت يا جماعة الخير؟ هيا خلونا نروح نصلي. يا مان الله، اليوم حنا في ضيافة الجميل والفخم والحلو. انت الجميل يا مان ابو هتان، عز من جاري يا ابو خالد بن ماجد القثامي، عز من جاري، انت من معك الليلة، مرحبا يا حبيبي، الله يطول لي عمرك. والله نهلينا من ليالي العيد يا مرحبا، ترحيب بالوطن. الله يبارك فيك ويكرمك ويعطيك حتى يرضيك يا مرحبا. أنا دائما إذا جيت عند أحد لازم أدعي له بالدعوات إن الله يعطيه حتى يرضيه. الله يستجيب لك، الله يعطيك حتى يرضيك يا حبيبي. وأنت زي ما قال أبو عتيبة قبل شوية، أنت مقر ولست بممر، الله يسعدك إن شاء الله، يطول لي عمرك. وأيضا من الساعات المباركة أن تقابلنا مع الجميع. هلا هلا يا ابو، هلا ابو عتيبه، هلا باللي نحبه من بعيد طول العمر، زاد حبه من قربنا منك يا حبيبي. الله يطول لي عمرك عزيز وغالي، ويشهد الله ان لك تقدير ولك احترام. الله يعز المبروكه اليوم ان نقابل الطيبين المثل بشر. الله يعزك، الله عند مولاك ويرحم اثنين جابوك، جزاك الله خير ولك بالمثل طال عمرك، يطول لي عمرك. والله اني سعيد بمقابلك، وانك يوم دخلت من الباب اني فرحت. انا اعتبر مقابلك مليان العيد يا حبيبي. الله يشهد الله انك من الرجال اللي نتمنى مقابلته وحصلت. تسلم تسلم، الله يعزك، الله يعز الوجه. بعض الرجال نحبه حنا ما قابلناه، واذا قابلناه زاد حبه. الله يحبك ويرضى عليك يا ابو عتيبة، ويعطيك حتى يرضى. الله يجزاك، ما تكون دعوه خاصه لابو عتيبة، المهم هنا قسم فيها. ابشر الله بالخير، الله يسعدك. ابو وليد، هلا يا مرحبا، حياك الله. كيف حالك ابو وليد؟ خير جعلكم بخير. شلونك؟ طيب خير الله يسلمك. شلونك عساك؟ طيب الله يبارك فيك، طول عمرك، الساعه المباركه. الله يبارك في ايامك، قابلناك يا عند والله انك محبوب عند الجميع. الله يسلمك، الله يبارك فيكم، ان شاء الله طول عمرك. ابرجع لك ابو عتيبة، ابي شيء انهارني، اقول الشاعر، اقول ابي يا اخي، قال تبي دراهم؟ قلت لا، ابي اللي احسن من الدراهم. انا ابيات. اي والله. طيب ابشر، ابعطيك كريم، بس السنابات، السناب الجايه. ابشر. اسلم يا ابو عتيبة. يقول الشعر لولا حاجته ما كتبناه، كتبناه ولا طرقنا كل فكره جديده، جديده تعدد اغراضه وقافه ومعناه، من لا يجي ذكرها اللي يجيده. الشعر اللي يام منك سمعته تعداه، الشعر اللي يام منك سمعته تعيده، اما يجيب الشاعر الجز الوعفاه ولا القصيده العايده ما يفيده، ما يفيده. الله اكبر، صح الله لسانك، بيض الله وجهك، وجهك طال عمرك، وشكرا انك شرفتني اليوم. الله يبارك في ايامك. في بيتين ثانيه يقول، هات، يقول يا صاحبي ما في المخاليق كامل، كامل لا بد عثره الزمن تعترضهم، خلك بطول البال دائم تعامل، والطيبين مكملين لبعضهم، بعضهم. الله اكبر. بعد يا وجودي كل ما طرف الثلث الأخير، الله أكبر، قام فكري يعرض الذكريات الميتة، ميتة، ودي أسمع عن غرامه وهون واستخير وتعود من مجيئه لعادت جيده، لعادت جيده. سلامتك سالم وغانم، وصح الله لسانك، وشرفت اليوم سنابي وتشرف. أبو هتان يا أخي، أنت إيش فيك أنت يا أخي؟ الحلوين اليوم كلهم قابلتهم عندك. هذا من حقنا والله الزين اليوم يا أبو علي. الله والله طيبك، الله والله من طيبك، الطيبين يجونك. يا مرحبا، الله يبارك فيك، طول لي عمرك ان شاء الله. كابات يا جماعة الخير، جميل. مرحبا يا بريد. هلا هلا هلا، كيف الحال؟ طايف الان ولا نقول عماد؟ والله كلها تمشي. يا مرحبا، الله يبقيك يا حبيبي، طيبين، الله يطول عمرك. تدري اني احبك والله، اني من زمان نفسي في الجلسة هذه معك. انا احبك، انا احبك، خلي الجلسات جلسات، مالي شغل فيها. قوي هذا يا بريك. والله يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب احدكم الاخر فليخبر يا اخي. ايش احلى من تصريح.
ما يبغاني اخبري يا اخي ايش رايك من ذا يا اخي جديد يا اخي احبك الله يسلمك ما في ورده شيء عزيز الله يا مرحبا يا ابو عبد العزيز الله يحييك ترى حي المطاع عند من رحبك ورحبنا ما يقصر ابو ابو هتان ونعم وهذا خوينا وصاحبنا اهلا وسهلا شلونك يلا حيه الساعه المباركه طول عمرك ان شاء الله يبارك فيك ايوه يا ابو شو الجديد الجديد عندك ان شاء الله ان شاء الله انا انتظر جديد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انتظر بريك بحله جديد ان شاء الله يا رب باذن الله الله يرزقك ويوفقك ان شاء الله امين وياك يا حبيبي الله يسعدكم دنيا امين وياك آمين. تشرفنا فيك اليوم عند ابو هتان الله يسعدك مرحبا بكم جميعا مرحبا ترحيبا الله يحييك الله يبارك